السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حتكلم عن موضوع مصاصي أو مصاصو السعادة. هدول يا حبايبي ناس موجودين حوالينا، أي من كان، زوج، زوجة، زميل، صديق، ناس موجودين من حوالينا. قد ما تكون وقد ما تجمع سعادة وتحاول تفلها، قد ما يطلع لك واحد فيهم يمص سعادتك، يسحبها منك. وسحبة السعادة هذه بتصير من غير ما انت تشعر، انت مش متنبه بانه فجأة تحس انك انت نسبة السعادة عندك نقصت. ليش؟ لانه في ناس بتلوث مخك بالحلطمة طول النهار، وهو او هي ما تبوزه طول النهار، وهم فقط حياة مقرفة. شيء مقرف. المتحلطمون والمتحلطمات هذول للأسف ناس موجودين بيننا. مشكلتهم قد يكون عندهم مشكلة حقيقة، قد يكون هم مش قاصدين، لأن هم مش مستشعرين كيف إنهم ممكن يسعدوا نفسهم، وهذه مشكلتهم. لكن بعضهم للأسف خبيث لئيم، أو خبيثة أو لئيمة. ليش؟ تبغى الاتنشن، تبغى تسحب منك الانتباه من خلال انه تعال دائما طبطب علي، تعال دائما خليني حولك، تعال دائما وانا موجودة او انا موجود، ولكن من خلال انه انا اعلن لك قديش انا تعبان في هذه الحياة، وقديش انا تعبانة في هذه الحياة، وقديش انه انا عندي امور كثير موجودة قد تكون سخيفة، تافهة، ساذجة، ولكن هذا الشخص يكبرها قد كده ويجي ماجد بوزو ويحسسك في الاخر انه هو مقهور. مقهور من ايه؟ ما انت عارف. اتفه شيء ممكن انه هو تحسسك انه هو مقهور منه، وفي الاخر يخليك دائما انك تطبطب عليه، دائما انك تجري وراه عشان تراضيه، دائما انك تكون حوله عشان تحتضنه وتحتويه. ودي مصيبة ايدي. انا فاضي، انا يلا لملم لي كم حتة سعادة، كم ربع كيلو سعادة طلعته في اليوم، اقوم كمان اجري ورا واحد عشان اقعد كمان يتحلطم لي وكمان اقعد اطبطب عليه. طيب نتحلطم واحدة مرة ويطبطبوا علينا واحدة مرة وشكرا، لكن طول حياتنا كده، طول الوقت حلطمة، طول الوقت نكد، طول الوقت مادين بوزهم، طول الوقت غير راضين، طول الوقت حياة ومأساة وعذاب حسب منظورهم وكلامهم، ويخلونا ويسحبونا إلى دوائرهم عشان نقعد نطبطب عليهم، لأنه يهمونا، إما زوج، إما زوجة، إما أبناء، إما يكون صديق أو زميل عمل، نفضل طول الوقت وإحنا ما عليه يا حبيبي، ما عليه يا قلبي، خلاص خلاص. وإذا أنت أو أنت طلعت ذكي وعرفت أنه هذا الشخص مصاص سعادة، تلاقيك لا إراديا طول الوقت تسمع حاجات ما لأمها داعي منه أو منها، وكلها كلام فاضي، زن، نكد، حياة مش عارف مين، كل شيء سلبي. أنا هنا أديك الإجابة وأقول لك الحل في حاجتين. Number one، isolate totally البني آدم ده، اعزله تماما عن حياتك، ابعد عنه، لا تخليه يجلس معك، لا تخليك دائما تعطي له فرصة أنه يكون حولك. هذا لو كان زميل عمل أو صديق أو خلاف. طب لو كان زوج ولا زوجة، ورطة ايدي اللي احنا فيها. الحل كالتالي، واسمع كلامي، واسمع كلامي وامشوا باللي أقول لكم عليه. أول ما يجيك هذا المتحلطم أو تلك المتحلطمة، ابتسم، يلا خير إن شاء الله، يلا ربك يعين إن شاء الله، ربك ييسر إن شاء الله. بس حيلاقي انه ما في رد فعل، يقوم ايش يسوي؟ يا اما تنزيد العيار، وانت او انت خليك مبتسم، خير ان شاء الله، ان شاء الله خير يا قلبي. يا شيخ مشي الامور يا عمي. اذا استمريت بهذه الحالة، وانا اعرف انك انت من جوا مش راضي عن هذا التصرف، لانك انت للأسف قاعد تتعامل مع شخص متحلطم او متحلطمة بدون سبب، لكن ما في عندنا حل الا كده. خليه لين ما يوصل لمرحلة انه هو ما عاد يلاقي مبتغاه عندك او عندك، بمعنى يروح يتحلطم على فريق اخر. لكن عندي انا لما نجي عارف انه يا شيخ مشي الامور يا عمي، يا شيخ الدنيا سهالات، ومبتسم. لا يمص او تمص سعادتك، لانه لو كان هذا الشخص وجد له ثغرة بسيطة
انه يدخل على حياتك حينكد عليك ويسحب كل السعادة اللي عندك. وللأسف انك انت ستصاب بمرض النحافة في السعادة من غير ما تنتبه، لانه لا اراديا بني ادم بيغذي مخك طول النهار باشياء نيجاتيف. اذا ما انتبهت لنفسك وعالجت نفسك بانك انت تمنع وتلبس كمامة عشان تقول في الاخر انه هذا الشخص ما حيعديني بتأثيراته علي، وبالتالي تقدر تربح الجولة. هذا لو كان شخص غصبا عننا مضطرين نعيش معه، اما لو كان شخص ممكن نستغنى عنه ارمي حوش ورا ولا تشوف له درب ولا عليك منه، لانه في الاخر هذه الاشكال لكل بكل اسف متعبة في حياتنا، وحقيقة تمتص السعادة مننا شوية شوية رويدا رويدا واحنا مش متنبهين، وبالتالي بعد فترة من الزمن سنصاب بالجفاف واحنا مش متنبهين بانه ده السبب اللي حول حياتي الى نكادة بعد عذاب. عذاب خفي مش باين، لكن بعد فترة من الزمن زي ما قلت نتحول الى شيء تعبان، لانه عندي وحولي ناس بكل اسف مخلين حياتهم ضبح، ومن خلال هذه الكلمة الفريدة من نوعها. كلمة ضبح على فكرة مش اي واحد يعرفها، ضبح يعني قرف، وبالتالي يحولوا حياتنا الى حياة ملوثة. احذروهم وامشوا باللي قلت لكم عليه. عجبتكم السنابة ما عجبتكم السنابة ارسلوها على شخص واحد فقط استفيد، فنؤجر بوث. اي من المواضيع التي تتوق لها نفسك ادخل على اليوتيوب، اكتب دكتور هاني الغامدي، اطلع على قناتي موجودة فيها اقسام، اضغط على اسم القسم تلاقي عشرات ومئات من المواضيع المختلفة. عيشوا بسعادة يا حبايبي بذكاء، لا تخلوا احد ينكد عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.